عندما غضبت الملكة إليزابيث من الحسن الثاني بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس الثامن سبتمبر أيلول. تعود ذاكرة المغاربة إلى الزيارة الفريدة والوحيدة التي قامت بها هذه الملكة إلى المغرب عام 1980، زيارة الملك الراحل الحسن الثاني إلى لندن بعد مرور 7 سنوات. وتورد قصص إخبارية أن زيارة إليزابيث الثانية إلى المغرب لم تكن عادية بكل المقاييس، فبحسب صحف بريطانية عاشت الملكة حينها لحظات غضب على أرض المغرب، كما كسرت البروتوكولات الملكية الصارمة في عادات وطريقة الأكل أيضاً. تربط بين المؤسستين الملكيتين في المغرب وبريطانيا علاقات تاريخية تعود إلى أكثر من 8 قرون، تحديداً عندما بعثت الملكة إليزابيث الأولى سفراء إلى الدولة السعدية في المغرب في عهد السلطان أحمد المنصور. وبقيت رواية روبرت هاردمان، وهو صحفي وصانع أفلام وثائقية اشتهر بكتابته سيرة العائلة الملكية البريطانية، الرواية الأكثر انتشاراً حول كواليس زيارة الملكة إليزابيث الثانية إلى المغرب في أواخر أكتوبر تشرين الأول من عام 1980. وفق هاردمان صاحب كتاب ملكة العالم، فأن ترتيبات زيارة إليزابيث الثانية إلى الرباط طيلة 4 أيام لم تشبه أي زيارة أخرى لها طيلة سنوات حكمها المديد. طبعاً لرواية هاردمان، كان الهاجز الأمني عاملاً مؤثراً على الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، بالنظر إلى أنه حينها كان قد نجا بعد 8 سنوات من محاولة انقلاب خطيرة، فكان يعمد إلى ترتيبات تتغير في آخر لحظة حتى في زيارات كبار ضيوف المملكة. وعندما حطت طائرة الملكة إليزابيث رفقة زوجها الأمير فيليب في مطار الرباط في أواخر شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 1980، وكانت وقتها في أوساط عقدها الخامس، استقبلها العاهل المغربي الراحل بكثير من الحفاوة قبل أن يستأذن منها لقضاء مأرب طائرة مهمة لم يفصل فيها الصحفي هاردمان. وفي كتابه ملكتنا الصادر عام 2013 ذكر هذا الصحفي والمؤلف البريطاني تفصيلاً مثيراً هو تأخر الملك الحسن الثاني عن الملكة إليزابيث الثانية بعد أن استأذنها في المغادرة بعض الوقت، ليطول هذا الوقت إلى بضع ساعات جعل الملكة الراحلة تبدي بعض التبرم والانزعاج عند عودة العاهل المغربي. سرد هاردمان تفاصيلاً أخرى من كواليس وخبايا الزيارة نفسها نشرها في كتابه كما في صحيفة دايلي ستار الإنجليزية، وهي معطيات لم تنفها أي مصادر أخرى في ذلك الوقت، منها نقاش دار بين الملكين حول أحد أعضاء وفد إليزابيث الثانية. ووفق المصدر نفسه، فأن أحد المشاهد اللافتة في زيارة الملكة إليزابيث الثانية الأكثر شهرة في العالم تناولها لمأدبة غداء في اليوم الثاني من الزيارة بيدها من دون شوكة أو سكين، هو ما اعتبره كثيرون تنازلاً عن البروتوكول الملكي في الأكل. وشهد الملكان المغربي والبريطانية على مائدة طعام يتوسطها طبق من اللحم المشوي على ما يبدو، وبدأ الاثنان يتناولان هذا الأكل الشهي بيديهما بعيداً عن البروتوكولات الصارمة التي تقتضي الأكل بطريقة ملكية. يبدو أن هذه الزيارة قد أثارت العديد من السجال الإعلامي، حتى إن مصادراً تقول إن صحيفة زاسان علقت حينها على زيارة الملكة إليزابيث الثانية إلى المغرب بعنوان عريض مفاده أعيدوا لنا ملكتنا، ماذا تفعل هناك في المغرب؟ على الرغم من هذه الوقائع الطريفة، فإن مجمل الزيارة راقت للملكة إليزابيث الثانية، حيث لم تتردد في إرسال برقية شكر إلى الملك الراحل الحسن الثاني بعد عودتها إلى قصرها. جاء فيها: تأثرنا فعلا باهتمام جلالتكم الشخصي ببرنامج زيارتنا، وفق رواية هاردمان. بعد مرور 7 سنوات زار الملك الراحل الحسن الثاني لندن في يوليو تموز من عام 1987، حيث استقبلته الملكة إليزابيث الثانية بحفاوة بالغة ولافتة في محطة مترو أنفاق لندن فيكتوريا. شهد الحسن الثاني إلى جانب إليزابيث الثانية جنبا إلى جنب في عربة ملكية مكشوفة تسير وسط شوارع العاصمة لندن،
وسط هتافات وتحيات عدد من أفراد الجالية المغربية في بريطانيا، وتبادل الزعيمان حينها كلمات الترحيب في مأدبة غداء قال فيها الحسن الثاني: إن المغرب لا يرى في بريطانيا ذلك البلد العظيم ذي التاريخ المجيد، ولكن يرى في هذا البلد أيضاً منارة مهمة على طريق الإنسانية. واستمرت العلاقات متطورة وخصوصاً بين المملكتين في كل من المغرب وبريطانيا، حيث تبادل العاهل الحالي الملك محمد السادس والملكة الراحلة إليزابيث الثانية كثيراً من الرسائل، منها تهنئته لها بمناسبة الذكرى 70 لاعتلائها عرش بريطانيا، وأيضاً تعاطفه معها لدى إصابتها بفيروس كورونا، وأيضاً إرسال الملكة إليزابيث رسالة إلى الملك محمد السادس عبر الأمير هاري في 2019. يقول الخبير في الشأن الدولي محمد عصام العروسي إن وفاة ملكة بريطانيا حدث مؤسف وتاريخي، يمكن أن يشكل نقطة فاصلة في تاريخ بريطانيا وفي تاريخ هذا البلد مع باقي دول وشعوب المعمورة، وتوقف لعروسي عند العلاقات التي وصفها بالمتميزة والخاصة التي تربط بريطانيا والمغرب، لا سيما في عهد الملكة إليزابيث الثانية والملك الراحل الحسن الثاني، لافتا إلى الزيارة الشهيرة للملكة إلى المغرب سنة 1980 وزيارة الحسن الثاني إلى لندن في 1987. شدد الأستاذ الجامعي على أهمية تلك الوشائج التواصلية وتبادل البروتوكولات الملكية بين الطرفين في التقارب بين الأنظمة الملكية بين بعضهما، واعتبر العروسي أن تاريخياً كانت العلاقات الثنائية بين المملكتين جيدة، خصوصاً في عهد الملكين الحسن الثاني وإليزابيث الثانية، مبرزاً أنها علاقات كانت تتجاوز النفعية لتكون روابطاً تاريخية وطيدة بشواهد التاريخ والتقارب في عدد من المواقف السياسية حيال عدد من القضايا الدولية والإقليمية.